مداخلتي ستركز على جانب في هذه المنظومة التعليمية والمتمثلة أساساً في تعاطي السياسة العمومية المتعاقبة مع وضعية رجل التعليم من خلال النصوص القانونية التي تم تطبيرها والتي تم إنتاجها على مدار مراحل زمنية متعددة ومختلفة. بدون شك أن التعليم في كقضية جوهرية في تطور الدول وفي ضمان رقيها وتنميتها يعتبر من القضايا الأساسية والأولوية في حياة الدول، باعتبارها أولاً هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامة، وأيضاً على اعتبار أن التعليم هو المدخل لتحقيق التوازن في التدبير العمومي في كافة مختلف مناحي السياسة العمومية. بالتالي فالطبيعة نجد أن مقاربة قضايا التعليم هي مقاربات متعددة التي تحاول أن تفهم السياق التعليمي، واليوم المدخل النقابي هو أحد المداخل التي من خلالها يمكن فهم كيف يمكن أن يشكل الترافع النقابي وسيلة من وسائل رفع جودة المنظومة التعليمية، وكذلك وسيلة من الرقي بوضعية العاملين في قطاع التعليم. بطبيعة الحال كما قلت هناك مدخلات، هنا مداخل متعددة. أنا سأكتفي أولا بالإشارة إلى المدخل السياسات العمومية والمدخل الحقوقي. فنحن نعلم أنه أهمية السياسات العمومية في تدبير الدول اليوم هي ترتبط بمدى قدرتها على إنتاج قرارات وإنتاج تشريعات وإنتاج برامج وإنتاج بطبيعة الحال سياسات قادرة أن تغير من الأوضاع اليومية للمدرسين للمتمدرسين وكذلك أوضاع المجتمع. إذن وبالتالي فلهذا نلحظ خلال السنوات الأخيرة كيف أصبحت السياسات العمومية تحتل مكانة مهمة في النقاش العمومي وفي النقاش السياسي داخل مختلف الدول، في ارتباط بطبيعة الحال بقدرتها على الرقي كما قلنا بوضعية الأشخاص بصفة عامة وخاصة الفاعلين في مجال المنظومة التربوية. نحن نعلم أنه لقياس أو تطور الدول وكذلك تطور آليات تدبير الدول عبر العالم أنتجت مجموعة من الآليات التي من خلالها يمكن قياس مدى قدرة الدول على التزامها بولوج الأفراد إلى حقوقهم وخاصة الحق في التعليم. إذن وبالتالي فاليوم نحن أمام ما يعرف بمؤشرات قياس فعلية الحق في التعليم في السياسات العمومية عبر مؤشرات واضحة تقيم اليوم المجهود الذي على أساسه يمكن تصنيف الدول، هل هي دول بطبيعة الحال تهتم بقضايا التعليم أم أنها دول لا زالت تحتاج إلى مجهود فيما يتعلق بالقضية التعليمية. فإذا اعتبرنا أيضا أن التعليم هو من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ونحن نعلم أن الأدبيات الدولية في مجال حقوق الإنسان وعلاقة بالحق في التعليم هي دائما تنظر إلى الحق التعليم باعتباره التزاما على الدولة، ماشي بحال باقي الحقوق السياسية الأخرى كالحق الانتماء في النقابات أو انتماء الأحزاب السياسية. هو حق لا يكلف خزينة الدولة ويكلف مالية الدولة الشيء الكثير، بل أن الحق في التعليم هو يرتبط بما ستبذله الدولة من مجهودات خاصة مالية التي من خلالها بطبيعة الحال يمكن أن توفرها من أجل ضمان الولوج إلى الحق في التعليم. فلهذا نجد أن حتى الوثيقة الدستورية عندما تتحدث عن الحقوق الاجتماعية فتتحدث بلغة السعي، تسعى الدولة وستعمل الدولة وستقوم الدولة على توفير الوسائل الضرورية لضمان الولوج الناس للحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الشغل والحق في السكن وغيرها. طبيعة الحال أيضا هذه الأدبيات الدولية تحصر أن هذه الحقوق الاجتماعية هي دائما ترتبط بالمدى المجهود المبذول من قبل الدول من أجل أن توفر هذه الحقوق. وبالتالي فالمؤسسات الدولية وخاصة المؤسسات الحقوقية الدولية أنتجت ثلاث مؤشرات وكنتمنى أيضا حتى على مستوى النقابي نبقاو نشتغلوا بهم، بمعنى أنه تقييم الأداء ديال الدولة يجب علاقة بالحق في التعليم والولوج ديال التعليم والوضعية ديال المدرس والوضعية ديال التلميذ والوضعية ديال المدرسة تكون مبنية أيضاً على معايير علمية، بما يجعل الترافع أيضاً يبتعد عن البعد السياسي والبعد العام إلى بعد أيضاً موضوعي يشكل ضغطاً على الحكومات وعلى السلطات العمومية المعنية بتدبير التعليم. المنظومة الدولية أنتجت ثلاثة ديال المؤشرات أو ثلاثة ديال المؤشرات الأساسية التي من خلالها يمكن القياس
هل وضعيه المدرس، هل وضعيه التعليم، هل وضعيه المتمدرس هي وضعيه بطبيعه الحال تقترب من المعايير الدوليه؟ المؤشر الاول هو ما يعرف بمؤشر البنيه او مؤشر الهيكلي. المؤشر الهيكلي يتم قياسه من خلال الدوله، من خلال اداء السلطات العموميه، احنا كنتكلموا على السياسه العموميه، كيف او ما هو درجه التزام القرارات التي ياخذها الفاعل العمومي اولا مع الالتزامات الدوليه، اي مدى ادماجنا الاتفاقيات الدوليه المتعلقه بالتعليم، متعلقة بالحقوق ديال بحقوق الطفل، متعلقة بالوضعية ديال المدرسين، متعلقة بال 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 يعني بمناهضة كل أشكال التمييز، بالمشاركة ديال المدرس وديال المتمدرسين في صناعة السياسات العمومية. وهذا بطبيعة الحال هذا المؤشر هو يتوقف أو يقيس درجة الإرادة السياسية للدولة في أن تجد أو يعني أن تضع إطارا معياريا ومؤسساتيا قادرا انه يكون مقترب بطبيعه الحال المعايير الدوليه، حتى في الاوضاع ديال المدرسين، حتى في الاوضاع ديال المدرسين، لانه عدد المنظمات الدوليه لا اليونسكو ولا الامم المتحده من خلال وكالاتها المتخصصه بطبيعه الحال، عندها واحد العدد ديال المؤشرات، واحد العدد ديال المرجعيات التي تحدد الوضعيه ديال المدرس والوضعيه ديال رجل التعليم داخل المنظومه التعليميه. اذا بالتالي فيها الجانب اللي هو قانوني معياري، اي مدى درجه إدماج المنظومة الدولية في المنظومة القانونية لبلادنا. فيها البعد المؤسساتي، شنو هي المؤسسات التي تم إنتاجها؟ الحمد لله حنا على مستوى المؤشرات في بلادنا عندنا واحد التطور اللي هو كبير جدا، لأن ملي حنا أنا غادي نشوف ونسرد أمامكم مجموعة من النصوص القانونية التي تم إنتاجها لتقترب من المعايير الدولية في هذا المجال. على مستوى أيضا المؤسساتي عندنا مؤسسات متعددة متدخلة في الشأن التعليمي قد يصعب حصرها في هذه اللحظات. المؤشر الثاني هو المؤشر المسار او المسلسل البروسيسوس، اي كيف تنتج او تجيب الدوله والسلطات العموميه وخاصه وزاره التربيه الوطنيه هي المعنيه بهذا القطاع، كيف تجيب من خلال برامجها، من خلال مخططاتها، من خلال التمويلات التي تعبئها من اجل انها تحسن الوضعيه ديال التعليم ديال المدرس ديال المتمدرس داخل طبيعه الحال المنظومه التعليميه. وهي كما قلت مؤشرات فيها نوع من كتبع ديناميك، ما هو دينامي في انتاج الدوله علاقه بالوضعيه ديال المدرس، شنو دارت مثلا السلطات العموميه علاقه بالوضعيه الماديه، فيما يتعلق بالتكوين، فيما يتعلق بالتكوين المستمر، فيما يتعلق بتطوير الاليات ديال التوظيف، فيما يتعلق بالاليات ديال التكوين القبلي او اعداد المدرسين وتاهيلهم لممارسه المهنه ديال التدريس. اذا هذه كلها تدابير واجراءات بطبيعه الحال اليوم يتم قياسها من خلال مؤشرات واضحه ودقيقه التي على اساسها يمكن معرفه مدى قدره الدوله كما قلنا على ادماج هذه المؤشرات في انتاج القرارات المتعلقه بالوضعيه ديال التعليم ووضعيه المدرس بشكل عام. الفئه الثالثه من المؤشرات هي مؤشر النتائج، الريزلتا، ما تم تحقيقه من خلال كل هذه الالتزامات. طبعا الحال المؤشر ديال النتائج فيه الجانب المتعلق بالستوك، متعلق بالكمي من الناحيه الكميه، ما تم انتاجه من تدابير واجراءات. كنتكلموا على التدابير في السياسه العموميه، لا تنقصدوا بها المخططات، تنقصدوا بها النصوص القانونيه سواء كانت شرعيه او تنظيميه، تنقصدوا بها بطبيعه الحال التمويلات، تنقصدوا بها كذلك الجانب الرمزي. واليوم ربما انه تبعنا الحراك النقابي اللي كان وقع عقب الصدور ديال اصدار ديال المرسوم، كانت طبيعه الحال ربما النقاش مرتكز بشكل كبير على الجانب المادي والجانب ديال المقتضيات القانونيه من عقوبات والتزامات اللي جابها المرسوم، ولكن كذلك الجانب الرمزي، مكانه الاستاذ في المجتمع، الصوره التي نريد ان نخلقها حول المدرس، حول المعلم، لدى التلميذ، لدى الاسره، في الوسط بطبيعه الحال بصفه عامه. وهذا ايضا جانب مهم، لانه الى ربما حسنا الوضعيه الماديه للمدرس ولكن صورته امام الراي العام والمجتمع والوسط والعائلات والمدرسه هي صوره غير مستقره، طبيعه الحال ايضا المنظومه التربويه لن تستطيع ان تحقق اهدافها ما دام انه في نهايه المطاف الوسائل الماديه وحدها غير قادره انها تحقق هذه الاهداف. اذا انطلاقا من تطور المنظومه القانونيه التي اثرت وقاربت طبيعه الحال الوضعيه للمدرسين، يمكن ان اقدم
بعض الملاحظات وخمسة ديال الملاحظات الأساسية التي من خلالها يمكن أن نقرأ اليوم الوضعية ديال المدرس من خلال هذا التطور ديال المسار التشريعي. طبعا الحل هي ليست قراءة من أجل محاكمة أي حكومة أو أي مسؤول إداري، بل هي مرتبطة بمسار سياسي لإنجاز سياسات تشريعية في بلادنا مرتبطة بالوضعية برجل التعليم. أولا اليوم نحن أمام مرجعية قوية وداعمة لوضعية رجل التعليم في المغرب. رجل التعليم اليوم عنده واحد المنظومة مرجعية قوية جدا اللي كتجعل واللي كتبرر اليوم لماذا يجب الاهتمام بهذه الوضعية ديال المدرس وتحسينها وتأهيلها بما يحقق أهداف المنظومة التربوية بصفة عامة. عندنا أولا الخطب الملكية على مدار تطور الدولة المغربية دائما جعلت التربية والتكوين وقضايا التربية من القضايا الأساسية والجوهرية للدولة. وبطبيعة الحال اللي كنتكلموا عن منظومة ديال التربية والتكوين في الخطب الملكية، المدرس أيضا احتل فيها مركزا مهما. إذا بالتالي فهناك إرادة سياسية قوية من قبل المؤسسة الملكية ومن قبل جلالة الملك محمد السادس بطبيعة الحال من أجل أن يكون أو يكون التعليم هو قاطرة التنمية في بلادنا. عندنا الدستور المغربي وخاصة دستور 2011، دستور 2011 الذي بطبيعة الحال من بين الحقوق التي أولاها أهمية كبرى هو الحق في التعليم. وعندنا لأول مرة أيضا رؤية وتصور لمسار المنظومة التربوية. هذا المسار ديال المنظومة التربوية اليوم عندنا جوج وثائق مرجعية أساسية. عندنا الوثيقة الأولى اللي هي الرؤية ديال 2020 ديال 2030 بطبيعة الحال، رؤية ديال إصلاح منظومة التربية والتكوين البحث العلمي في بلادنا، التي ايضا من المداخل الاساسيه والدعمات الاساسيه اللي كتعتمد عليها هو الدور ديال رجل التعليم، دور رجل التربيه، دور المدرس اللي بطبيعه الحال مرتبط ايضا حتى هذه الوثيقه واحد الرؤيه كتكلم بالاساس على المحيط، على البيئه التي يجب توفيرها من اجل انه يضمن اننا نضمنوا مدرس قادر على انه يخلق من المدرسه العموميه التي بطبيعه الحال التي نريد، مرتبطه اساسا بالوضع النظامي اللي كيشتغل فيه، مرتبطه بالوضع المادي اللي كيشتغل فيه، وكذلك بتوفير البيئه الداعمه من تكوين مستمر ومن توفير الوسائل ديال الاشتغال داخل المؤسسه التربويه. اذا الرؤيه اليوم تشكل كما قلنا واحد وتنعرفوا المقاربه التي تم اعتمادها في اعداد هذه الرؤيه. عندنا كذلك القانون الاطار. قانون الاطار تعليم اليوم منظومه التربيه والتكوين تحظى بتنظيم تشريعي. تنعرفوا كذلك الاهميه ديال قانون الاطار في التراتبيه القانونيه ديال البلاد. شنا هي اهم المضامين اللي خصها تكون في قوانين الاطار؟ قوانين الاطار هي عاده ما يتم اعتمادها للقضايا الجوهريه والقضايا الاستراتيجيه في بلادنا. اذا بالتالي فالقانون الاطار المتعلق بالتربيه والتكوين اليوم كذلك خص الموارد البشريه بمقتضيات قانونيه تاكد فيها على هذا الجانب ديال الاهتمام والى العنايه برجل التعليم. عندنا كذلك النموذج التنموي. النموذج التنموي وتوصيات التقرير العام ديال جنة النموذج التنموي ايضا يركز بشكل بانه كيعرف بان الرافعات ديال النهوض بتحقيق الاهداف ديال التنميه في بلادنا هو مرتبط كذلك ب الى العنايه اللازمه برجل التعليم وبنساء التعليم ورجال التعليم على حد سواء بطبيعه الحال، من خلال توفير الشروط ديال الاشتغال، ديال تحسين الطرق ديال التوظيف، من خلال كذلك العنايه بالمسار المهني، من خلال كذلك توفير الشروط ديال التكوين والتكوين المستمر ووسائل التحفيز بطبيعه الحال بالنسبه لهذه الفئه من الـ من الـ من الـ من الـ وبطبيعه الحال عندنا المخططات الحكوميه او البرامج الحكوميه. عندنا البرنامج الحكومي اللي ركز على الجانب الاهتمام برجل التعليم، وشفتوا الالتزام ديال الحكومه بالزياده ديال 2500 درهم بطبيعه الحال بالنسبه لرجال التعليم كزياده ماديه اضافه الى جوانب اخرى. اللي وقعوا ايضا في هذا المسار هو انه تنعرفوا انه التدبير ديال التنظيم ديال الوضعيه لرجل التعليم يمكنش تكون في قانون، يمكنش تكون في قانون الاطار، وبالتالي فنتجنا المراسيم. اذا المراسيم مرسوم ديال النظام بمثابه النظام الاساسي هو بطبيعه الحال اليوم اللي وقع فيه نقاش كبير من بعد طبيعه الحال الاصدار ديال النسخه الاولى، واليوم نحو التدارك الصيغه الجديده. النقطه الثانيه هو الا بغينا نقولوا هناك نوع من الارتباك في تدبير الوضعيه النظاميه لرجال التعليم في المغرب.
إذا كان الإطار العام هو قانون الوظيفة العمومية الظاهر ديال 1958 هو الإطار العام الذي بمقتضاه يتم تنظيم وضعية الموظفين في المغرب كامل، ولكن اليوم لاحظنا أنه في القضايا ديال الطبيعة في الوضعية النظامية ديال الموظفين ديال الموظفات وموظفي رجال التعليم أنهم بعد ما كنا في المرسوم غادي يتم اعتماد وسائل قانونية أقل درجة، وهنا غادي ترجع معايا 2016 بطبيعة الحال، 2016 غادي يتم اعتماد التعاقد كوسيلة ديال التوظيف في قطاع التربية الوطنية. هذا التعاقد سيتم تدبير الولوج إلى وظيفة التعليم بقرار مشترك ما بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية. من ناحية القانونية كيطرح إشكال، ما مشى يطعن تحت، ولكن إشكال هو أنه كيف ننظم الولوج اليوم إلى مجال استراتيجي بين الدولة من خلال قلنا المكانة ديال التعليم في كل الوثائق اللي تكلمنا عليها كنظموها بقرارات مشتركة لوزيرين هي التي ستنظم الحياة المهنية للآلاف من الموظفين. لاحظنا كيفاش أنه العدد الذي بطبيعة الحال تم توظيفه من 2016 إلى اليوم كمتعاقدين بنصوص قانونية هي بطبيعة الحال لا ترقى إلى المرسوم اللي من المفروض أنه يتم عن طريق يتم تحديده عن طريق المرسوم. أستاذ 205 دقائق اللي مرحبا. إذا هذه الوضعية هي اللي نجت لنا اليوم هذا الواقع ديال المرسوم الحالي اللي وقع فيه النقاش، بمعنى أنها نجت لنا نوعين من المدرسين طبقية وفئوية داخل نفس الفئة ديال المدرسين، فئة اللي هي خضعة لنظام قانوني كياخذ من المرسوم النظام الأساسي وكياخذ من قانون الوظيفة العمومية، وكاين أطر يقومون بنفس المهام بنفس الدور بنفس الوظائف ربما أكثر ولكن يخضعون لنظام قانوني هش. هذا النظام القانوني الهش طبيعة الحال ما فيه ضمانات ديال المسار المهني، لأن يعني التوظيف قواعد مباراة وشكل احنا شفنا الشكل كيفاش كتم المسار المهني، وبالنسبة للموظف أيضا الاستقرار المهني مهم جدا. إذا بالتالي لاحظنا أنه يعني النماذج الأولى ديال التطبيق ديال هذا النظام ديال التعاقد أنه أدى بنا إلى 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 فوضى إلى نزاعات، والقضاء الإداري المغربي أنصف المدرسين على حساب القرارات ديال الإدارة. إذا بالتالي أصبح هذا الواقع اللي فيه هذه الازدواجية اللي ربما انه تم تداركها من خلال النص القانوني الاخير. النقطه الثالثه وغنختصر مريم هو ان هذا التفاوض حول هذه المنظومه القانونيه كرس الهشاشه ديال المقاربه التشاركيه. كيف تنعرفوا انه النقابات اساسا هي المعنيه من الناحيه القانونيه بمباشره الحوار الاجتماعي مع السلطات العمومية المعنية حول كل القضايا اللي كتهم الشأن التعليمي والقضايا ديال المدرس. فعندما يتم التفاوض ويتم الاتفاق ويفضي الحوار الاجتماعي إلى مخرجات، ولكن دون أن تلتزم الحكومة بهذه المخرجات، أدى إلى إضعاف الموقف التفاوضي للنقابات والقدرة التأطيرية للنقابات علاقة بمنخرطها. بمعنى اذا كان هذا التعبئه والتاطير اللي كتقوم به النقابات اللي المفروض انه تتاطر في الحوار الاجتماعي، الحوار الاجتماعي كتنتج عنه قرارات، وهذه القرارات تلزم الجميع ويجب تنفيذها، ولكن رجل التعليم لا يجد نفسه امام اي حصيله من هذه المخرجات ديال الحوار الاجتماعي. اذا في نهايه المطاف تم اضعاف النقابات اللي هي مؤسسه بشكل قانوني، وتم تقويه اشكال تنظيميه اخرى طبيعة الحال أصبحت تحل محل النقابات دون أن يعترف بها القانون، وهذا طبيعة الحال كيطرح هشاشة كبيرة على مستوى القدرة ديال إذا وبالتالي في المداخل اليوم وأنه خصو يخرج القانون ديال النقابات لأنه فيه ضمانة كبيرة جدا أن يتم مأسسة وضعية ديال النقابات الأدوار ديالها بنص قانوني أعلى اللي هو القانون، وأيضا أن يتم إخراج القانون تنظيم الإضراب لأنه سيحد من التفسير ومن التأويل الذي تقدمه الإدارة علاقة بما يقوم به رجال التعليم من أشكال نضالية طبعا الحال للدفاع عن مصالحهم، ويعزز أيضا القوة التفاوضية للنقابات
يعزز من القدرة التفاوضية والتأطيرية للنقابات. طبعا الحال كاين أمور أخرى اللي مرتبطة اليوم بهذا التحول التدبيري اللي ربما ما استوعبناش. تحول تدبيري اليوم عبر العالم وهي النقطة الأخيرة، وأصبح التدبير يختلف عن التدبير التقليدي الكلاسيكي، حتى أنه على مستوى التسميات كنا كنتكلموا على الوظيفة العمومية، نظام الوظيفة العمومية وتدبير الموظفين، اليوم أننا كنتكلموا عن تدبير الموارد البشرية على اعتبار أن البشر في إطار أي منظمة بما فيها منظمة عمومية هو مورد من الموارد الأخرى التي توفر عليها المنظمة. طبعا الحل هذه الثقافة هي ثقافة مقاولاتية، ثقافة جاية من القطاع الخاص. إذن فلهذا دخلنا المفهوم ديال التعاقد، دخلنا المفهوم ديال التخطيط الاستراتيجي، دخلنا المفهوم ديال التدبير المبني على النتائج، دخلنا المفهوم ديال التقييم، دخلنا المفهوم ديال التعاقد. ماشي دخلنا هو وسياق حنا دخلنا فيه، ولكن هذه المنظومة ما تمشي أيضا مواكبتها داخل البناء القانوني والتنظيمي ديالنا كإدارات ديالنا، بمعنى أنه حنا خدامين بالمنطق ديال التدبير الجديد المانجمنت، ولكن خدامين بالنظام الأساسي ديال 58. ملي كنجي أنا كمسؤول باغي ندير تقييم ديال المدرس أو نديرو تقييم موضوعي، كنلقى النصوص القانونية لا تسعفني. إذا شنو كيولي مطلب ديال النقابات في نهاية المطاف؟ أسيدي كلشي يستفاد وكلشي يدير ويولي بحال بحال، ونكونوا في نفس الإطار ونفس الحقوق تكون عند الجميع. عمليا هذا كيأثر أيضا على الأداء ديال المنظومة، ما كيسمحش بالتقييم الجيد ويطور الآلية ديال التقييم اللي هي خاصة أيضا نقبلوا بأنها جزء من العملية التدبيرية، كيفما أنني كيتطلب مني أن ندير العمل ديالي فأيضا يجب أن أخضع للتقييم اللي خصو يقيم هذا العمل ديالي، وبناءه أيضا يتبنى عليه النظام ديال التشجيع والنظام ديال الحوافز. هذه العملية للأسف مازال عندنا فيها صعوبات، لأنه فيها ثقافة اللي هي تدبيرية كما قلت مازال كتاخذ من التدبير الكلاسيكي اللي أسسوا الظاهرة ديال 58. ما قدرناش ندخلوا بصفتين عامة، وعلى الأقل تنتكلم على راسي، ما دخلناش في هذا المنطق التدبيري الجديد اللي مازال كيطرح لنا هذه الصعوبات وكيقوي أحيانا هذا الصراع وهذا التصادم اللي كيكون ما بين النقابات وما بين السلطات العمومية، اللي أيضا فشلت في تقديم المثال ونموذج المثال في تنزيل هذا النموذج من خلال تنزيل ديال التعاقد، لأنه في نهاية المطاف نموذج ديال التعاقد نموذج سيء لتدبير الشأن التعليمي في بلادنا. شكرا لكم وأعتذر إن أطلت. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.